اهلا بيكم مشاهدينا الكرام. صباح يعني صباح ايه بقى، احنا جايين لكم النهارده متاخر، جايين لكم بالليل. احنا كل مره بنطلع لكم الصبح بدري جدا، النهارده قررنا ان احنا نطلع لكم بالليل علشان نقدر نرد على كل اسئلتكم. معاكم نهله البطران وهاجر شعبان زميلتي. اهلا بيك يا هاجر. اهلا بيك يا نهله. النهارده خامس حلقه من برنامج حكاوينا. النهارده حابين ان احنا نتكلم عن موضوع مختلف. النهارده حابين شويه نتكلم عن البنات شويه، يعني احنا مش مخصصين طبعا للبنات، بس النهارده هتفيد البنات والستات اكتر. يعني اي بنت واي ست ما تسيبيناش وتروحي في اي حته، علشان عايزين النهارده نبتدي في حاجات كويسه جدا. مين فينا مش بيهتم بمظهره وبشكله؟ معانا النهارده خبيره التجميل والميك اب ارتست مونيكا. اهلا بيكي يا مونيكا. اهلا بيكي، منورانا. تشرفت بيكم. ده شرف لينا والله يا مونيكا. انت عارفه ان دي من اكتر الحلقات اللي احنا مستنيينها والجمهور كمان مستنيها، لان هي بتجاوب على اسئله كتيره جدا جدا بتشغل البنات دلوقتي. بس حابين نعرف في البدايه، انت ازاي ابتديتي مشوارك في التجميل والميك اب؟ انا بشوف انه الانسان لازم عشان يحترف حاجه معينه يدرس كويس حتى لو عنده الموهبه، وعشان كده ابتديت خدت كورس، وبعد كده اخدت ماستر كلاس مع خبيره التجميل اسماء عادل، وحبيت ان انا اكمل في الدراسه انه يكون فاهمه شويه في انواع الوشوش وانواع البشرات وكل الحاجات دي، فدعمت موهبتي بان انا درست وكملت دراسه. طيب كويس جدا، ما شاء الله عليك، يعني من صغر سنك بس انت جميله وشكلك كده حققتي حاجات كتير جدا. احنا مستغلينك النهارده عشان نعرف كل حاجه. طيب احنا معلوماتنا الخاصه بتقول اللي انت عملتي استوديو، ممكن تحكي لنا اكتر وتعرفي جمهور اكتر بموضوع الاستوديو ده من الاول لحد الاخر؟ لما خلصت الماستر كلاس كنت بفكر افتح حاجه بس تكون مختلفه، فحسيت ان موضوع الكوافرات متداول وموجود، فجبت فكره شويه اوروبيه وعملت اول استوديو ميك اب في شبرا مصر. الاستوديو ده فكرته شويه قايمه على العنايه بالبشره، سكين كير وميك اب، معتمد إضاءة، يعني المكان ديكوراته معتمد على الاضاءات عشان نقدر نصور العميله صور مميزه تقعد معاها طول العمر، فهو يعتبر مكان سبيشال في ان هو يقدم عنايه بالبشره للسيده. واضح يا مونيكا ان انت واخده خطوات ناجحه وثابته في 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 مشوارك التجميلي. طب اسمحي لي بقى ان انا ونهله نستغلك النهارده ونسالك شويه اسئله الصراحه هتفيدنا احنا شخصيا واحنا بنستخدم الميك اب. بصي بقى، اول سؤال معانا، يعني احنا بقى عايزين نسيب السكريبت ده كله ونسيب كل حاجه ونسالك كده بطريقه فريندلي او بطريقه يعني مستغلينك النهارده بقى. طيب بصي، في مسجز كتيره جدا جات لنا النهارده لما عرفوا الموضوع حلقه النهارده، بيقولوا اللي فيه شعره او حاجه صغيره خالص بتبين الفرق بين الميك اب الليلي والميك اب النهاري، ممكن توضح لنا ايه الفرق بينهم؟ دايما الصبح نحاول نعتمد على الوان النود، الالوان الخوخي، الالوان اللي ما تبقاش صاخبه قوي عشان تبين الوش، يعني انه ميك اب لوك. ان احنا ما نحاولش نرسم العين بشكل محدد، ما نعملش اي لاينر وكحل ورموش، يعني نخلي ده اكتر لبالليل. نعتمد الصبح على اننا نبرز ملامحنا بالوان النود والكشمير والخوخي والكلام ده. على فكره يا مونيكا، اللي انت بتقولي عليه ده انا ذات نفسي بقع فيه في الغلطات دي كل يوم، وصراحه بحاول اتجنبها. طب يا مونيكا، في دلوقتي عايزين نعرف ايه الالوان المناسبه للبنت اللي بشرتها بيضة واللي بشرتها سمراء، وهل في فرق في اللوك لما بنيجي نعمل لدي وبنيجي نعمل لدي؟ جميل السؤال ده قوي. عايزه اقول انه في البدايه علشان البنت السمراء والبنت البيضاء يطلعوا كويسين، لازم ينقوا درجه فاونديشن مناسبه جدا لبشرتهم، ولا البنت البيضاء تجيب حاجه بيضاء قوي فتبين ان هي مش يعني شكلها مش احسن حاجه، ولا السمراء تسمر نفسها قوي. فضروري ان احنا نختار درجه فاونديشن مناسبه جدا لبشرتنا. تاني حاجه في الالوان، البنت السمراء تبعد عن الالوان الفقعه، يعني ما تحطش بينك، ما تحطش احمر، لان ده بيزيد من غمقان الوش. كل ما تبقى في النود في الالوان اللي هي الطبيعيه دي تطلع بشكلها الطبيعي. طب حلو. طب يا مونيكا، عايزين نعرف كده انا ونهله بصراحه، هو جايين وفي نيتنا حاجه زي كده، عايزين نعرف شويه خدع بسيطه في الميك اب بتبين العيون اكبر، بتبين البشره نضره اكتر، قولي لنا على شويه خدع في الميك اب. بالنسبه للعيون، موضوع الهايلايتر في مجمع العين بيبرز جمال العين او بيدي انسيابيه لشكل العين.
الرموش حلوه قوي قوي للعين، بس ضروري نختار السايز المناسب لحجم عيني، ما تبقاش حجم عيني ضيقه واجيب رموش تقيله جدا فتخفي شكل عيني، وما تبقاش عيني واسعه قوي فاجيب رمش شعريتين فبرضه ما يبينش جمالها. يبقى اختيار الرموش مهم جدا. السبوت على العين في الاول انه اكون بحط هايلايتر، ده مهم جدا. طب حلو، انا استفدت جدا. حلو قوي. طيب احنا برضه عايزين نسالك، يعني بصي دلوقتي اي حد بيكون عنده مناسبه يلبس دريس او فستان بيحاول اللي هو يشوف لون الاي شادو اللي بيتحط فوق العين، طبعا يا بنات انتوا كلكم عارفين، بيختار اللون المناسب للدريس ده، لازم يكون نفس اللون ولا عادي انا ممكن العب بالالوان؟ لا هو الكلام ده يعني يعتبر قدم من زمان قوي، انه ماتشنج يعني الشادو مع الدريس لا ما بقاش موجود. يعني انا ممكن لو حابه ادخل من ضمن الميكس اللي بعمله فوق العين، لكن مش ضروري طبعا. انا في لون انا مرتاحه له بحطه طالما انا عارفه اماكس الدنيا يعني. الموضوع ده قدم خلاص. نتفرج دلوقتي على صور. نتفرج طيب على اول صوره معانا من شغل مونيكا، دلوقتي هنعرضه لحضراتكم. صوري اختلفت تماما. بجد يعني هو في فرق. البنت ممكن قمحويه شويه. الشغل ده من ضمن الشغل المميز عندي قوي، لانه يعني عمل ضجه كويسه قوي قوي لما نزل يعني، فبحبه دايما. البنت دايما البنت القمحويه او السمراء بتواجه مشكله في نوع الفانديشن، او بتقول ان مستحيل الميك اب يليق عليا تقريبا. انت ما شاء الله ظبطتي الرموش على عينيها واظهرتيها اكتر. البنت السمراء على فكره الميك اب بتاعها بيكون احلى بكتير، لانه البنت البيضاء اوقات من يعني بياضها وحلاوتها الزياده ممكن تطلع مش احسن حاجه في الميك اب. ايوه احنا كمان معروض صوره دلوقتي ام العروسه ما شاء الله، يعني ايه ده والده العروسه. احنا ازاي انت طلعتيها بالحلاوه دي وباين سنها صغير جدا. واضح ان حتى الفانديشن مش باين انك في نتوءات في الفانديشن، او مش باينه كمان التجاعيد ولا حتى العيوب اللي في البشره. عملتيها ازاي؟ ده بيعتمد على الماتيريالز الكويسه، وانه انا بستخدم الماتيريال اللي بتليق مع وش العميله، فما بتتعبنيش في حاجه، بتطلع بشكل ناتشرال وجميل. حلو حلو جدا يا مونيكا. بصراحة أنا اتشرفت إن معانا نموذج النهاردة مشرف وموهوب، فضل ورا حلمه وسعى إليه وفي سن صغير كمان. على فكرة يا جماعة مونيكا سنها صغير. بتمنى من كل بنت أو سيدة في المجتمع تفضل ورا حلمها ورا موهبتها لحد ما تكبرها. استنونا في حلقات هتثير اهتمامكم أكتر وأكتر مع برنامجكم حكاوينا، معكم هاجر شعبان ونهلة البتران.